الليل ما نمنا كل الليل، الخيام تحر علينا مية، المي فوقنا وجوانا، لا عنا شي نتغطى، لا عنا شي ننام، لا عنا شي ناكل. المي الليل النهار مطر، واليوم مطر، الليل والنهار مطر علينا يا ابني. هذا شوفت عينك، شايف شنو رب العالمين، فوقنا جوانا مي، وفوقنا مي، تحتنا مي. احنا هنا بالمخيم أغلبية الناس الليل ما نامته، يعني شايفين الدنيا مطر والوضع تعبان والأمور تعبانة، الناس كل الليل قاعدة، يلا دم خيمها، الناس مي فاتت عليها من جوا من أطراف، أغطية للخيم ما بمثل العادة. احنا يعني بالمخيم هنا نحتاج اهم شيء عوازل خارجيه للمخيم، للخيم، مشان المي ما تنزل، عما تنزل اغلبيتها بطانيات وعما تنزل على الناس، اغلبيه اولادنا صابهم مرض من البرد ومن الشتويه ومن الوحل، شايفين الطريق لين ما شاء، الوضع سيء جدا، نطلب المساعده من اهل الخير يساعدونا، اغطيه لهالخيام، مساعده لهالناس، يعني مساعده ماليه حق خبز حق كذا يمشون حالهم بفصل هالشتاء. نطلع من خيمة لخيمة ما نقدر نتحرك، طرقات مسكرة، إذا عندنا حدا مرض بدنا نطالعه ما نقدر نطالعه، ألا تنشيله على نقالات حتى نطالعه للطريق للزفت لحتى نقدر ناخذه على المشفى. وهذا الوضع الحمد لله على كل حال، ومطر ما شاء الله، اللهم صل على النبي، من امبارح المساء لهالساعة والدنيا عم تمطر علينا، والناس كلياتها واقفة برا عم تزبط عوازلها وعم تزبط خيامها وعم تشدرها، والمي فاتت على الناس، والناس صارت تحت منها مي وفوق منها، والشوادر فوق منها عم تخر عليها مي.